ايه اللي بيحصل في بريطانيا ومشاكل الغذاء وطبعا يعني الاضرابات اللي حاصله في قطاعات كتير في بريطانيا. الحقيقه ان بريطانيا على خط المواجهه الاول شتاء ومساله ازمه الطاقه والبرد الشديد طبعا اللي هم بيعانوا منه، مع يعني ازمه يعني قويه في اوروبا خاصه بالطاقه نتيجه للازمه الروسيه الاوكرانيه، ومعاها ازمه في سلاسل التوريد. الحقيقه انه بالتاكيد المواطنين الاكثر ضعفا هم اشد من يعانوا من هذا الوضع الراهن. ويمكن هناك وكالة أنباء فرنسية نشرت تقرير بتتكلم فيه عن يعني ناس ويعني أعداد كبيرة من المواطنين بدأت إنها تروح لمكتبات عامة علشان يقعدوا في مكان دافئ بعيد عن برد الشتاء، لأنهم ما بقوش قادرين يوفروا التدفئة داخل بيوتهم. أزمة كمان غذائية وارتفاع أسعار الغذاء. ايه اللي بيحصل؟ الموضوع بنتكلم انه توافد للمواطنين على المكتبات العامه زي ما حضراتكم يمكن تابعتوا وبتابعوا معانا، ويعني المكتبات دي بتقدم لهم خدمتين، التدفئه والغذاء بالمجان. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي. معانا على التليفون الكاتبه الصحفيه عزه الزفتاوي، اهلا بحضرتك. ويعني الوضع مع كمان الاضرابات اللي حاصله في قطاعات كتير في بريطانيا مع ازمه الغذاء والطاقه، ماذا يحدث وكيف يعني تخطط حكومه سونيا ريتشاك ل يعني احتواء هذه الازمه؟ مساء الخير. يعني بالتاكيد خلينا نقول انه بريطانيا في وضع لا تحسد عليه خلال هذه الفتره من الشتاء، وهو ما يوصف ويطلق عليه تعبير شتاء الغضب. هذا الشتاء الذي بدأت ملامحه تبدأ مع شهر أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار وأيضا ارتفاع فواتير الطاقة. بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على أزمة الطاقة ليس فقط في بريطانيا ولكن في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة وفي أماكن كثيرة كان اعتمادها أساسيا على المصادر الطاقة القادمة من روسيا. هذا التأثير كان له تداعيات كبيرة في سلاسل التوريد وايضا في نقص الامدادات المتعلقه بالمواد الغذائيه الاساسيه، وادت ايضا الى ارتفاع اسعار هذه المواد الغذائيه في بريطانيا. يعني الحكومه البريطانيه في شهر اكتوبر الماضي كانت قد وضعت خطه اقتصاديه تبدا بوضع سقف تساعد في الاسر الاكثر احتياجا والاكثر ضعفا، والاسر البريطانيه التي تعاني بالفعل من ارتفاع اسعار فواتير الطاقه. هذا السقف انه تلتزم الحكومه البريطانيه بمساعده هؤلاء الاسر او هذه الاسر بألا تزيد الفواتير عن 2500 جنيه سنويا، ولكن الحكومه البريطانيه يبدو انها سوف تتراجع امام هذا الدعم الذي قدمته للاسر الفقيره وايضا الشركات المتعثره الموجوده في بريطانيا. نحن نعلم انه هناك خطه الان يعاد النظر في هذا الدعم ابتداء من السنه الماليه الجديده التي تبدا في بريطانيا في شهر ابريل من كل عام. ربما الحكومه البريطانيه ترفع هذا السقف الى 3600 جنيه استرليني، ولكي ان تتخيلي هذا الفارق الكبير ربما ينعكس ايضا على هذه الاسر وعلى زياده معاناتها. التقرير الذي تحدثت عنه الان يعني نحن من المقيمين في بريطانيا وايضا الذي يتابع الاحوال الاقتصاديه والمعيشيه للبريطانيين يستطيع ان اقول لك يعني بكل تاكيد ليست المكتبات فقط هي التي توفر للبريطانيين الاكثر ضعفا واكثر احتياجا لدفء ازاء هذا الوضع المعيشي وارتفاع اسعار فواتير الطاقه. يعني احنا نجد المكتبات وايضا المقاهي والكافيتريات المغلقه التي تحاول ان تقدم مكانا دافئا يلجا اليه الكثير من البريطانيين، ليس فقط كبار السن، ربما ايضا التلاميذ، ربما ايضا الاسر التي لديها اطفال يذهبون الى المدارس تحاول ان تقضي هذه الفتره الصباحيه استغلالا لمكان دافئ، استغلالا للطاقه المتوفره في هذه الاماكن، لعلها
تخفف الحمل قليلا عن فواتير الطاقه بالنسبه لهذه الاسر. صحيح، يمكن احنا بنتكلم على انه قربنا على 100 يوم لحكومه سوناك، وفي يعني كلام من كل الناس المشتركه في الاضرابات انه عايزين زياده في المرتبات تمشي مع موجه التضخم اللي حاصله، وهناك عدم انصات من حكومه سوناك لهذه الطلبات، وبالتالي مزيد من الاضرابات. يعني قمه هذه الاضرابات كانت بالامس الاربعاء، عندما كان هناك حوالي 500,000 بريطاني من العاملين في قطاعات كثيره، حوالي 120 قطاع من قطاعات الخدمات العامه وقطاعات القطاع العام، يعني العاملين في قطاعات التعليم، الجامعات، السكك الحديديه، حتى موظفي الخدمه المدنيه اضربوا لمده 24 ساعه فيما عرف بارباع الغضب. وايضا هناك تصعيد لهذا الاضراب يوم الجمعه غدا، وايضا استمرار لسلسله من الاضرابات بشهدها شهر فبراير، وربما ايضا تمتد الى شهر مارس. المطالب الاساسيه لهؤلاء المضربين هي المطالبه برفع الاجور وزياده الرواتب، وايضا الاعتراض على مقترح تشريعي تقدمت به الحكومه البريطانيه برئاسه ريشي سوناك امام البرلمان الان. هو يبحث هذا المقترح، يحاول ان يقود كما يرى اتحاد النقابات العماليه من حق العمال في الاضراب، وايضا يسمح للوزراء وللمسؤولين في الحكومه البريطانيه بالحفاظ على الحد الادنى من مستويات الخدمه، يعني بمعنى انه في حال تنظيم اضرابات في المستقبل لابد ان تلتزم الشركات او النقابات التي يضرب فيها العمال بتقديم الخدمه، بتوفير حد ادنى من العمال لتسيير العمليه او الخدمات المقدمه الى الجمهور. الحقيقه انه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بيتبع نهج صارم جدا فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المطالب. هو يرى انه مع وزير الماليه انه الوضوح اذا صح التعبير او الاستسلام اذا صح التعبير لهذه المطالب سوف يضغط كثيرا على الاقتصاد البريطاني المتعثر والمنهك فعلا بعد خروجه من ازمه جائحه فيروس كورونا وازمه بريكزيت وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. ريشي سوناك يقول انه الطريقه الامثل من وجهه نظري هو معالجه التضخم اولا، ومعالجه هذا التضخم سوف تؤدي الى رفع الاجور، لانه في حال رفع الاجور والرضوخ لهذه المطالب التضخم سيزيد، وبالتالي العمال لن يستطيعوا التعامل مع التضخم بهذه الطريقه وما توفره لهم الرواتب بعد ذلك. صحيح، اذا كانت هذه الصوره من بريطانيا. شكرا جزيلا الكاتبه عزه زفتاوي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.